كثير من الأجيال اللي الآن تخدم في طب الأسنان في ليبيا إما أنهم زملاء لي ودفعات في نفس السنوات، وإلا هم طلاب لينا. كان التنظيم مايع، يدخل فيه من حب اللي دخلوه بحكم الطمع، بحث غنانيمة، بحث عن دور سياسي. أمنا أن نقدر ندير شيء في هذا الإطار. العالم الآخر ليس أفضل منا. أنا طبعا فخور دائما بما أنجزت. كثير من الأجيال اللي الآن تخدم في طب الأسنان في ليبيا إما أنهم زملاء لي ودفعات في نفس السنوات، وإلا هم طلاب لينا. نتطلع طبعاً إلى أن ننجز عمل جيد في مجال الدراسات العليا. الدراسات العليا هذه اللي هي حقيقة ما زالت متأخرة في ليبيا، نتطلع إلى أن نخلق دراسات عليا في المستقبل، بدل ما الليبيين يمشوا لمكانات مختلفة، واللي منهم عاش يروح، واللي منهم يتلقى تعليم سيء. إحنا نحاولوا في المستقبل، وهذه خطتنا المستقبلية، أن ننشئ تعليم عالي طبي يحقق مستهدفات التنمية في ليبيا، ويحقق طموحات الناس، ويحقق الصورة اللي في أذهاننا. احنا طموحاتنا كبيرة، مش من اليوم، يعني في خلال كل المراحل اللي كان يدفعنا إلى العمل وإلى الانخراط في العمل العام في المناشط العامة، مثلاً نشوف ليبيا في مصاف الدول المتقدمة. حققنا على المستوى الشخصي كثير من طموحاتنا، يعني الواحد شنو يبي أكثر من أنه هو معروف في تخصصه وأستاذ جامعي. يعني على المستوى الشخصي أعتقد حققنا كثير من طموحاتنا، خاصة لعل الجيل اللي نعشت فيه كان محظوظ. الجامعة كان مستواها أفضل، التعليم كان مستوى أفضل، الخبرات اللي كانت موجودة في ليبيا أفضل، الظروف العامة حتى النفسية منها ربما تكون أفضل. على المستوى الشخصي أنا ليست لدي طموحات كبيرة أحققها، يعني لو بس أساهم. الآن هو الهدف تاعي أن الإنسان في إحداث دراسات عليا حقيقية كما نحلم بها وكما شفناها في العالم المتقدم. هذا طموح، وهذا مو شخصي، طموح عام. أما على المستوى الشخصي فليست لدي طموحات كبيرة. أنا راجل ليست لدي طموحات سياسية، لا أتطلع إلى أن يكون عندي منصب، لا أتطلع إلى أن يكون عندي ثروة كبيرة. أنا راجل مستورة والحمد لله، ما عنديش طموحات كبيرة. أنا انتميت لكثير من التكوينات السياسية من وأنا صغير، يعني ناخشيت لمعسكرات مختلفة، ومعسكرات الثورة العربية، معسكرات ناصر، زمان في سبها وإحنا في الإعدادية، أيام كان ماسك محافظ سبها الريفي علي شريف دار حركة، هذا قبل حتى تأسيس حركة اللجان الثورية. اللجان الثورية تأسس في 75 في الجامعة، لكن قبلها أسس حركة اسمها حركة الشباب الاشتراكي الوحدوي، حاجة زي هيك، وكان الهدف منها تجميع الشباب والدفع بهم في اتجاه العمل التطوعي. وفعلا تطوعنا لإنشاء العسكر في سبها اللي في طريق باري، أسسوا شباب وساهموا في تعبيد الطرق في تلك الفترة وفي تنظيف المنطقة والمدينة. الحقيقة قبلها كنت في اتحادات الطلاب، حتى في المدرسة الثانوية كنت في اتحاد طلبة. لما جيت للجامعة انتميت لحركة اللجان الثورية، وبوعينا في تلك الفترة كنا نرى أن هذه الحركة هي حركة نبيلة، وحركة تؤكد على الالتزام القومي والالتزام الديني، وهدفها ليس الوصول للسلطة، وهدفها ترسيخ سلطة الشعب، وهدفها إيصال الجماهير للسلطة، وهي ما تبيش تمارس هيمنة، تبيش تصار التسلط. في تلك الفترة انتميت لهذه الحركة، وأنا لا أتنصل بالحقيقة من ماضية بكل ما فيه، لأن كل هذه التجارب أنا تعلمت منها على المستوى الشخصي، صقلتني،
فهمت كثير من القضايا، أعطتني قدرة على التحليل، تعرفت بها على ناس كثير في مختلف البلدان. لكن الحقيقة وكثير من الحركات السياسية في المنطقة العربية، اكتشفنا بعدين أنها لم تكن في مستوى طموحنا، كانت تنظيم مائع يدخل فيه من حب. عن أداء الواجب ولا نفرط في حقنا قيد أنملة، ولا نتوقف حيث يجب التقدم، وأن لا نستكثر ثمن التضحية. اللي دخلوه بحكم الطمع، بحث غنانيمة، بحث عن دور سياسي، البحث عن منافع. أنا الحقيقة ما دخلت على هذا الأساس، أنا دخلت لأني كنت نعتقد أن فيه قيم وفيه مبادئ، وحتى بما فيها سلطة الشعب اللي طرحت كآلية لإدارة السلطة في ليبيا، لكن ما آلت إليه الأوضاع بعد ذلك لم يكن في مستوى طموحاتنا، لدرجة أننا نقولوا يا أما إحنا ما كناش فاهمين، يا أما الأمور تغيرت بعد ذلك. لأن كثير من الناس، مش كل اللي انتموا لحركة اللجان الثورية كما يحاولوا، أنا أقول شيطنتها إلى أنهم سيئين ومتعين عنف ومتعين دم ومتعين قتل ومتعين، لا، في ناس انتمت لهذه الحركة لأنها كانت هي الوسيلة المتاحة لتحقيق طموحاتهم على المستوى الوطني ولا على المستوى القومي. لكن لما اكتشفت على الأقل على المستوى الشخصي أن هذا لم يحقق لي طموحي، انسحبت انسحاب تدريجي. لأن واحدة من مثالب الحركة أنك أنت إذا انتميت لها يقول لك لا، ما عادش تنسحب منها، وهذا شفت أن فيها نوع من القمع لحرية الإنسان واختياراته. يعني الواحد ينتمي إلى أي تنظيم سياسي شاء، اللي انتمى لحركة القومية العرب، واللي انتمى لأحزاب يسارية، واحد ماركسي، واحد ماوي، واحد قومي عربي، واحد ناصري، واحد بعثي، واحد أخوان مسلمين، واحد تحرير إسلامي. وبطبيعة الحياة السياسية هي متغيرة ومتحركة وما هيش ثابتة، من كان قومي يوم من الأيام يمكن يكون إسلامي في يوم آخر، وهذا التاريخ يقول إنه هكي. لكن في حركة اللجان الثورية إذا انسحبت أنت معناها خاين وأنت مرتد وأنت، وهذا ما يشيش في العمل السياسي. فأنا عندما انتميت لهذه الحركة كنت أعتقد أنها تحقق لنا طموحنا على المستوى الوطني وعلى المستوى القومي وحتى على المستوى الإنساني. اكتشفت أن هذا غير 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 متحقق بالنسبة لي، فانسحبت بهدوء. الحمد لله بذلك، لعله توفيق من الله، أنا لم أمارس فيها أي ممارسة تسيء لي على المستوى الشخصي. وفي كثير من الأشياء ما عملناهاش لوعيك، هو اللي يمنعك. أتذكر في تدمير نادي الأهلي مثلا، كلموني وقالوا لي تعالوا في عمل ثوري نبغى نديروه، ومشيت. أتذكر يوم جمعة مر علي واحد من الأصحاب وخذاني ومشينا. لما مشيت لقاعة سنام حيدلي في الجامعة وسألت شو الموضوع، قالوا لي الموضوع نبوا نهدوا نادي الأهلي. قلت لهم يعني هذه هي المهمة الثورية اللي توم نديروها؟ قالوا هي هذه. قلت لا، أنا مش معك. وروحت فعلا لحوشي، رغم ما في ذلك من مخاطر في ذلك الوقت. يعني قلت لهم معقولة تو احنا يعني خلاص ما عادش عندنا خدمة الا نهدوا مؤسسة عريقة، مؤسسة لعبت دير وطني، مؤسسة اندارت كنتيجة لعمل جمعية عموم المختار؟ هذا هو المبرر لهذا جنون. وفعلا انا لم اشارك في هذا. وفي كثير من الاشياء انا لم اشارك في حاجة مش مقتنع بها. اذا اقتنعت بحاجة نزيرها، اذا ما اقتنعتش ما حدش يرغمني على اي حاجة. واعتقد ان الان كل واحد ساهم في هدم نادي الأهلي في بنغازي هو ارتكب جريمة لابد الآن يكون خجلان إنه هو شارك فيها، سواء بالعمل المباشر ولا حتى بدعمها وتأييدها. Le tracce più cospicue di questi centri meglio resistito all'azione del tempo. I mausolei di Ghirza risalgono al IV secolo e appaiono generalmente in forma. طبعا أنا ما عنديش حد معين يمثل لي، هو مثلي الأعلى، باستثناء يمكن والدي رغم أنه كان أمي وأبوه فقي وشيخ وقرى كثير من الناس بما فيه معمر القذافي في مرحلة من حياته كان في سمنو مع أسرته، وجدي كان قرى على جدي. لكن للأسف بويا وأعمامي اثنين كانوا أميين، ورغم أن بويا كان أمي
لكن تعلمت منه الكثير، تعلمت منه المثابرة، تعلمت منه الإبداع في العمل، أنه يخلق عمل لنفسه، كل ما تنسد باب يفتح باب آخر. كثير من الأشياء دارها في منطقتنا، يعني هو يمكن ثاني واحد شرى سيارة في المنطقة، يمكن ثاني واحد دخل الري بالمحركات في تلك الفترة، يمكن أول واحد دخل تربية الدواجن، تربية الأبقار في المنطقة متاعنا على مستوى بسيط، يعني مش على مستوى كبير، لكنه كان مبدع وتعذب في حياته، لكن أيضا بالمقابل كان رجل مؤمن جدا، رجل شفاف، رجل عنده صلة رحم، رجل كان يعطيك درس في الأخلاق بدون استعمال عنف ولا تهذيب. وأنا تأثرت بشخصيته الحقيقة وأثرت فيه، وللأسف يمكن زي أي واحد ليبي العلاقة في مرحلة معينة من حياتي وأنا صغير كانت يسودها كثير من الخوف والقسوة، يعني خاف من أبويا كنت، ولما كبرت وأصبحت تكونت بيننا علاقة صداقة فقدتها. أنا أبويا توفى في 95، أخذت شهادات العليا وهو توفى، فما شافش الإنجازات اللي حققتها، لعل كان لو كان حي كان يكون فخور بها. كان متأثر ويبيني ندخل معهد ديني، وفي سبها كان في معهد ديني يبيني ندخله، وأنا اللي رفضت، قلت له أنا بنمشي بجانب علمي من بيشنا، وحاول أيضا مع أخويا اللي بعدي أنه يدخله معهد ديني. هذه الشخصية اللي تأثرت بها بشكل مباشر. أما الآخرين فتأثرت بكل واحد في جانب، بكثير من المدرسين اللي درسوني في المرحلة، في مراحل الدراسة المختلفة الثانوية والابتدائي وفي الجامعة، أحمل لهم كثير من التقدير. كل واحد في جانب في شخصيته، قراءاتي اللي قريتها على زعماء العالم، التاريخ استفدت منه كثير. ما فيش حد شكل مباشرة كل شخصيتي، شخصيتي هي حصيلة تجربتي في الحياة، حصيلة قراءاتي، اطلاعي، حواراتي مع الناس، هي اللي شكلت شخصيتي في تصوري. أنا عصرت التعليم الطبي في مراحل مختلفة، وعصرت الخدمات الصحية في ليبيا في مراحل مختلفة. للأسف أن حصل تدهور وانحدار كبير سواء في مستوى الخدمات الطبية اللي تقدم، الآن في حالة انهيار كامل في مختلف المناطق، لا البنية التحتية ولا فيه نظام للعمل، ما فيش سيستم يعمل في الخدمات الصحية في ليبيا، وأيضا في التعليم الطبي، وهذين الحاجات اللي احنا على تماس مباشر فيهن اليوم. الأمر مؤسف الحقيقة إذا لم يحدث تغيير حقيقي في نظام الخدمة الصحية في ليبيا. في ليبيا زمان كان فيه تأمين طبي للموظفين، وكان فيه مستشفيات للشرطة، وكان فيه مستشفيات للجيش، الخدمة كانت متعددة والناس كانت تحصل في خدماتها بيسر وسهولة. يعني الآن الناس تعاني من الخدمات الصحية، ويمكن احنا ما نحسوش بها إلا لما توصل فيك، لما حد يقعد عند حد مريض يعاني كثير. ليبيا دولة غنية ودولة بإمكانياتها كبيرة وخريجيها بالآلاف على مستوى المنطقة العربية، أطباء الليبيين درسوا في أحسن الجامعات سواء في العهد الملكي وإلا في عهد النظام الجمهوري، طلعوا ناس كثير وتخصصوا، والآن ما يؤسف له أن أعداد كبيرة منهم قاعدة مستقرة بعد ما يخسروا عليه ويمشي يتخصص، اللي يمشي للخليج واللي يمشي لأوروبا واللي يمشي لأمريكا، والناس تعاني. أنا أملي أن هؤلاء كلهم تتوفر لهم بيئة مناسبة ويرجعوا لعملهم ولوطنهم ويخدموا ناسهم. يعني ما مش معقول اللي صاير، يعني الناس تعالج في تونس وفي مصر وأبنائهم قاعدين في دول أخرى وخدماتهم سيئة. يعني إحنا أملنا أن نعيد ثقة المواطن في خدمات الصحية من خلال خطة مدروسة، يعني مش من خلال برامج غير مدروسة. أيضا نظام العمل في هذا القطاع لابد أن يتغير. خدمات التعليم الطبي أيضا واحدة من الأشياء اللي في حالة أيضا انهيار، عدد كبير من الكليات، عدد كبير من الخريجين غير مؤهلين، مش مسلحين بالمهارات اللازمة لممارسة المهنة. أمنا أن نقدر نديروا شيء في هذا الإطار. العالم الآخر ليس أفضل مننا، عندنا قدرات كويسة وعندنا عقول نيرة، بس يحتاج إلى إعادة ترتيب. طبعا الأمور زادت سوءا مع
السنوات الأخيرة مع الوضع الأمني السيء، مع القتال، مع الإعاقات اللي صارت، هذه تشكل تحدي آخر أمامنا. كانت يمكن أن تشكل بؤرة في تلك المنطقة يؤسس عليها لبناء مجتمع متحضر، كانت سببها يسودها الوئام وناسها طيبين وفيها تجانس اجتماعي كبير، سواء من الناس اللي أصلهم من سببها أو الناس اللي رجعوا من هجرات. الناس في الجنوب قصروا تجاه منطقتهم. حضرتنا في بداية 2019 محاضرة ألقاها الأستاذ محمد الزنتاني، وهو كاتب ولوائي ليبي عاش فترة من حياته في سبها في الستينات، ومشيت للمحاضرة هذه خصيصا من بنغازي، رغم أني كنت طرابلس أكثر من 3 سنوات مشيت طرابلس وبعدين غامرت بس لكي أحضر هذه المحاضرة. والحقيقة شنو قال الأستاذ محمد؟ قال أن سبها كانت يمكن أن تشكل بؤرة في تلك المنطقة يؤسس عليها لبناء مجتمع متحضر ودولة متحضرة. سبها يا سيدي في الستينات شهدت نهضة غير عادية على كل المستويات. أولاً كانوا فيها نخب جاية من متعلمة، مدرسين، موظفين، صحفيين، كانت تصدر فيها صحيفة فزان وبعدين صحيفة البلاد كل أسبوعية كانت تصدر، وكانت تجيها كل الصحف اللي تصدر في طرابلس الغرب، بارقة الجديدة، البلاغ، الحرية، هذه كلها كان يجن لسبها، وإضافة للمجلات والصحف العربية الأخرى وبشكل منتظم. يعني الصحف المصرية كانت في خلال 4 أيام تكون موجودة في سبها، الصحف اللي في طرابلس وبنغازي ثاني يوم تكون موجودة في سبها. سبها على المستوى الاجتماعي في تلك الفترة في الستينات كانت تضم أهل سبها نفسهم، ذات اللي من الجديد والقرضة، وبعدين نتيجة تحسن الأحوال المعيشية وتدفق النفط وعودة الليبيين اللي كانوا هاجروا وفرضت عليهم الهجرة بعد انتهاء المقاومة و استعادة الإيطاليين لفزان، كثير من الليبيين هاجروا. الجنوب طبعا كانت الوجهة متاعهم هي تشاد والنيجر والسودان، رجعوا هذين بعد الاستقلال رجعوا، وشكلت سبها كانت تضم هؤلاء الناس، وشكلوا الحقيقة وحدة اجتماعية واحدة كان يسودها الوئام والحب والتفاهم تاع الناس والعيب. كانت المدينة سبها هي تمثل مركز لكل الجنوب، كل الناس تقضي في حوائجها من سبها ومصالحها في سبها وتعلم في سبها. حاجة أخرى في تلك الفترة كانت مثيرة، أن الناس كانت تقرأ في الفترة المسائية، تشتغل طبعاً ظروف الحياة فرضت عليهم أنه يشتغلوا في المصالح الحكومية في سبها، لكن في المساء كل الناس تقرأ. كانت المدرسة الإعدادية والثانوية ومعاهد المعلمين في سبها في المساء فيها طلبة أكثر من أعداد الصبح، لما يطلعوا في الساعة 9 في الليل تشوف الشوارع مليانة بيهم وعلى دراجات أغلبهم أو على رجليهم، كأن فترة صبح. وهذيما اللي بعدين كثير منهم تحولوا إلى كوادر للدولة الليبية في سبها وفي غير سبها.
طبعا على المستوى الاجتماعي كان أهم ما يميز بها الوئام، الأمان، ما فيش حد يعتدي على حد. أتذكر في نهاية الستينات أو في بداية السبعينات، يمكن سبعين، صارت حتى قتل واحد قتل واحد في سبها، قعدت الناس تحكي عليها كم سنة إن صار اعتداء. لكن أنا تخيل لما مشيت للمحاضرة لقيت الأستاذ محمد وقدم سرد تاريخ اجتماعي لسبها، أكد على كل هالأشياء. للأسف كان يمكن لو استمرت سبها بتطورها الطبيعي اللي بدأ في الستينات كان يمكن أن تكون في وضع آخر على كل الأصعدة. أنا نتكلم على المستوى الثقافي، على المستوى البناء، البنية التحتية في سبها. طبعا الموضوع الوحيد اللي أنا ما عنديش فكرة عليه النشاط السياسي في سبها. ما كانش فيه على ما أذكر يمكن في أيام فترة الاحتلال الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت بعض الجمعيات اللي بدأت محمد عثمان الصيد ومجموعة حاولوا أنهم هم يقاوموا الاستعمار الفرنسي في ذاك الوقت، لأن فعلا كان المخطط الفرنسي أن يربط فزان بالجزائر وبتونس وحتى غدامس اللي هي عمرها ما لم تكن في يوم من الأيام ضمن إقليم فزان، ضموها لفزان علشان تقعد الحدود مباشرة بين الجزائر وتونس وفزان. لما كنا على اطلاع أن في أي تنظيمات سياسية في فترة الستينات، وإلا يعني زي التنظيمات السياسية اللي موجودة في بنغازي ولا في طرابلس وفي المدن الساحل الليبي، يمكن يكون في بعض الناس بشكل شخصي هم في سبها ومنتمين لأحزاب أو تنظيمات سياسية في الشمال، هذا يجوز. أما في سبها ذاتها فكان الجو المهيمن هو الجو الثقافي الرياضي المسرحي. فزي ما قلت لك على المستوى الاجتماعي كانت سبها يسودها الوئام وناسها طيبين وفيها تجانس اجتماعي كبير، سواء من الناس اللي أصلهم من سبها أو الناس اللي رجعوا من الهجرات. لكن الحقيقة بعد الثمانين الوضع انقلب تماما، يعني جت هجرات كثيرة من الجنوب وكثير منها مش حتى مرات حتى أصولهم ما همش ليبيين، وحصل تخلخل ديموغرافي في المنطقة، نتجت عنا ثقافات جديدة وسلوكيات جديدة وعادات جديدة لم يكن أهل فزان وأهل سبها بالذات متعودين عليها، وهي اللي وصلت مجمل هالممارسات ومن هؤلاء الأشخاص اللي هم أصلاً ما همش من أصول فزان، حتى اللي صار توه ونتيجة مباشرة أعتقد للخلل في البنية الاجتماعية اللي صارت بعد الثمانين وتعدي. طبعاً الأمور زادت سوءاً مع بعد 2011، يعني الآن حدود منتهكة، الناس معاش آمنة، اختطاف، اعتداء على الأملاك الشخصية. المستقبل للمنطقة فزان حقيقة يندر بمخاطر كبيرة، يعني إذا لم نكن في مستوى المسؤولية والوعي لمجابهة كل التحديات وضبط الحدود، وما نعرفش ديموغرافيا كيف يتم معالجة الموضوع سكانيا، لأن الهدف راهو المخطط كبير، التهجير للناس من مناطقها واحد من الخطط اللي يتم تسيير للسيطرة على المنطقة، وبتسيطر عليها قوى أجنبية عندها قوى غريبة ليست من طبيعتها، عندها طموحات لعلي حتى نقول عنها الشوفونية ولا عنصرية. هناك من يقول أن حدودهم قد تتجاوز حتى فزان إلى الجفرة إلى المناطق هذه. والله أنا نقول أن فزان التهميش، أنا ديما هذا على خلاف مع كثير من الزملاء، أنا لا أعتقد أن التهميش ممنهج، يعني ما فيش حد قاصد أن تبقى لا في النظام السابق ولا في النظام بعد فبراير قصد حد أن يهمش فزان، لأن ما حدش عنده مصلحة في أن يهمش منطقة كبيرة واستراتيجية وحيوية زي هذه وفيها الثروات. هو الانعدام تقول لي المركزية، صحيح المركزية
وباء ابتلينا به، وهذا يؤثر عليه كل الناس تشكي منه، سواء في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا حتى في بعض مناطق الغرب. ديما الناس تشكي، تعتقد أن طرابلس هي اللي واخذة كل شيء. ما هو في مناطق على بعد 100 كيلو من طرابلس وهي حالتها سيئة. لكن لا أتفق مع حد يقول لي أن سبها أو الجنوب معرض للتهميش بشكل ممنهج، لكن هو جزء من التهميش العام اللي إحنا ما نشعر فين وين نحط مواردنا، مش عارفين وين نستغل مواردنا بشكل صحيح، مش عارفين يعني. وهذا تأثرت منا سبها بطبيعة الحال، أو الجنوب بشكل عام. أنا نقول أن جزء من المواجهة الشاملة للمخاطر اللي تهدد الجنوب أن يتم العمل على إبقاء الناس في أماكنها. الحاجز البشري هو اللي يمنع التوغل اللي ممكن يحصل من الجنوب. لازم الناس تبقى في أماكنها، وعلشان تبقى في أماكنها لابد توفر لها سبل الحياة الكريمة. يعني لا يجوز أن الناس تقعد بعشرين ساعة ولأيام أحياناً. هذه الجنوب عايش على الزراعة، الزراعة محتاجة مية. يعني لما ينقطع الضيف في طرابلس بس الناس تتأثر لأنها ما عاشت، ما قدرش يرقد ولا الدنيا حامية. لكن لما تنقطع الكهرباء على الجنوب معناها فيها خسائر للناس، اللي زارع طماطم واللي زارع بصل واللي زارع فاكهة واللي زارع زيتون، واللي الناس بتفقد فيها، تخسر وبالتالي تضطر تبيع وترحل. منو اللي يحل محلها؟ هم الناس اللي تعتقد أن الجنوب حصتها. ولذلك أعتقد أن إذا استطعنا أن ننجز نظام لا مركزي ونظام يكون عادل في توزيع الموارد وتنمية هذه الموارد، لكن أهل الجنوب ما عندهمش نزعات انفصالية تحت حجة التهميش. حتى أنا ومطلع على آراء الناس ونسمع فيهم، ما فيش حد يحكي بلغة قد تحكي عليها مناطق أخرى. التقاليد الاجتماعية طبعا تغيرت الآن في فزان، يعني عن ما كانت عليه في الستينات، يعني سواء في الأفراح وإلا في الاحتفاء بالمولود وإلا بالطهارة وإلا طبعا تغيرت بحكم التطور الثقافي اللي صار وبحكم الاختلاط اللي صار، تغير كثير من العادات يعني، وبوتيرة حتى قد تكون سريعة. الآن ما تختلفش يعني فزان عن أو على الأقل المدن الرئيسية فيها سبها مثلا، عادات الأفراح اللي كانت في الستينات مختلفة الآن ما الآن زيها صالات، زيها زي أي مدينة أخرى في الساحل. الزواج عاداتها كلها نفس الشروط ونفس ما نش متصور أن الآن أصبح الجنوب متميز حتى الغناء اللي كان المرسكاوي اللي كان يغنوا فيه في الأفراح الآن قاعد يندثر ويجيبوا فيه نفس الأشياء. يعني أنت مجمعز في فرح في سبها ما يختلفش عن أنك أنت مجمعز في سيد حسين في بنغازي ولا في الصبري. لعل اللي الحاجة اللي ما زالوا متمسكين بها الجنوب يمكن التماسك العائلي والوحدة الاجتماعية بين الناس، العائلة الواحدة ما زالت قوية في الجنوب. طبعا الجنوب دفع ثمن باهظ من 2011 لعند الآن، دفع ثمن باهظ الحقيقة، وظروف كانت قاسية، كثير من الناس اضطرت للهجرة إلى الشمال. لكن أيضا لابد أن نقولوا أننا أعتقد ديما نقول في أن الناس بتاعين الجنوب قصروا تجاه منطقتهم. يعني كثير من الناس اللي تولوا مواقع في الدولة الليبية في البرلمان وإلا في حكومة وإلا في مؤسسات الدولة، كانت كل علاقتهم بالجنوب بس يطلعوهم ويختاروهم، وبعدين للأسف في كل الأزمات اللي شهدها الجنوب ما شفناش منهم موقف جاد يدل على استعدادهم للتضحية ووفاء لأهل الجنوب، تحملوا كثير من المشاكل اللي صارت. الناحية الأخرى اللي أنا لاحظتها، وهذه يمكن لها علاقة، أنا لاحظت أن كثير من المسؤولين، وأنا حكيت مع كثير منهم مسؤولين كبار على مستوى رئاسة وزارة وعلى مستوى وزراء،
ما يفهموش الطبيعة لا الاجتماعية ولا التاريخية ولا حتى أحيانا الجغرافية بتاعت الجنوب، يعني ما يعرفوا مناطقها بشكل دقيق، ما يعرفوش القبائل اللي تسكن الجنوب بشكل دقيق، ما يعرفوش ثروات الجنوب بشكل دقيق. يعني مش معقولة واحد يجي مسؤول رئيس وزراء في ليبيا ويقعد 4-5 سنوات وما يزورش الجنوب اللي مثل له كبيرة، يعني كارثة هذه. ولا وزير قاعد في طرابلس ولا في البيضة ولا في بنغازي ما يزورش الجنوب، يعني شيء مخجل الحقيقة. ولكن دائما يظل الأمل كبير أن هذا الجنوب، لأن الجنوب هذا يعني منبع الخيرات لليبيا كلها، سواء المياه، الحبوب، حتى المحاصيل الزراعية اللي كانت في يوم من الأيام يقولون لا ما تنتش في الجنوب، لا تنتش في الجنوب. والجنوب فيه ثروات نفطية وفيه ثروات معدنية وفيه يمكن أن يكون مخزن حبوب متاع ليبيا الجنوب، إمكانياته هائلة إذا وضعت خطة علمية واضحة لاستغلال هذه الإمكانيات. خطتنا المستقبلية أن ننشئ تعليم عالي طبي يحقق مستهدفات التنمية في ليبيا ويحقق طموحات الناس ويحقق الصورة اللي في أذهاننا.